تقوم الوزارة أيضا منذ عدة أشهر من مرافقة مبادرة كاسبا بيزنس أنجل اللي هي أكبر وأول حاليا شبكة من المستثمرين الخواص اللي يستثمروا في الشركات الناشئة، ونقوم بتنظيم جولات تمويلية أولى استثمارية يستفاد منها شركات أصحاب شركات ناشئة من كل أنحاء الوطن. اليوم معنا تقريبا 6 ولايات حاضرين معنا اليوم، والهدف هو أنه نقدم ربما ميكانيزمات للتمويل اللي تكون مناسبة للشركات الناشئة. المبادرة مع ألجيريا ستارت اب فاند كاسبا بيزنس أنجلز تعتبر الأولى من نوعها. اليوم ليس القطاع فقط العام اللي يقوم بتمويل مؤسسات الناشئة، ولكن حتى المستثمرين الخواص مهتمين بالمؤسسات الناشئة ولي بورتر دو بروجي كما شفتوا اليوم، كل القطاعات اللي تهم الاقتصاد الوطني. عندنا منتجين اللي هما دراج ليبلز، وهو عبارة عن نظام للوقاية من الأخطاء الطبية في التخدير والإنعاش اللي تم تسويقه لهنا في الجزائر وحتى قدرنا نصدره للدول الإفريقية. عندنا النظام الثاني وهو أوكسيفليكس، وهو عبارة عن نظام للوقاية من لي ريبتيغ دوكسيجين في لي زوبيتو خاصة مع جائحة الكورونا، وين شفنا المشاكل الخاصة بالأكسجين. دونك هذا النظام راح يسمح، هو نظام ذكي كونيكتي باغين بلاتفورم اللي راح يسمح بالمستشفيات وكذا موردين الأكسجين باه يسيروا الإنتاج والتوزيع تاع الأكسجين في المستشفيات.